السلام عليكم ورحمة الله، يذكر عافية الله بالأعزاء الكرام، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير، حفظكم الله وحافظ أهليكم ورحم الله شهداءنا بإذن الله. صبر الله أهل القدس وأهل غزة وأهل كل مدينة في فلسطين. الحمد لله على ما يحدث، كله خير بإذن الله. سنقف دائما في وجه الاحتلال بدعائنا، بمقاومتنا، بأسلوب حياتنا، بكلامنا، بأفعالنا، بأخلاقنا. نحن هكذا وسنبقى هكذا. إن كان جزء منا قصر اليوم لن يقصر غدا. أنت تشعر أنك الآن لم تقدم شيء، ستقدم في يوم من الأيام. لا تجلد نفسك، تشعرش أنك أنت مقصر. يقول الناس بتعمل، والناس بتشتغل، والناس بتقاوم، والناس بتحكي، والناس نشطاء على التواصل الاجتماعي، انا بعمل شيء بيجيك يوم بتعمل تقلق. ايش امورنا بخير باذن الله، حنضلنا طول عمرنا بخير. مرعى فلسطين اكثر من هالقيد وبقيت وزال غيرها، فباذن الله بقوم عيدنا القادم سنحتفل به بكل بساطه، لان الاحتفال بالعيد هو شيء بسيط، يعني شيء داخل شعورك اكثر ما هو يعني شيء تظهره انت. سنحتفل مع أبنائنا وجيراننا، وسنحتفل مشاعر الآخرين ممن فقدوا من أبنائهم، وسنكون عونا للجميع بإذن الله. نحن جميعا عونا لله، والحمد لله أنا متفائل بإذن الله، والأمور راح تكون تمام. يكفي ما يحدث الآن صعب، يعني أعرف أن في طلاب وفي ناس في أهالي يعني ألموا مما حدث يعني، ولكن وقفتنا إحنا مع مدينة القدس لن ينساها التاريخ. ما حدث من فلسطين غزة وبعض المدن مع أهالي الشيخ جراح لن ينساها التاريخ. الحمد لله أننا كنا من ضمن هذه الأيام. سيأتي يوم يتفرج ناس على التاريخ ويقول لك في يوم حدث وحدث وحدث. شكرا أننا من هذا الزمن وفي هذا الوقت. وفقكم الله جميعا وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.